مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فرح الطبيب. النهاردة زي ما عودناكم بنستضيف شخصية مميزة في مجالها الطبي وفي تخصصها الطبي، بنستعرض معاه فرحته في مجال عمله، فرحته أيام طفولته، فرحته في دراسته، فرحته في الجامعة. بنستعرض معاه فرحته اللي شافها في عيون مريض شفاها الله بين إيديه. النهاردة بنستضيف دكتور أحمد محمود عبد الحميد، استشاري جراحة العظام ورئيس قسم العظام في مستشفى القاهرة الجديدة. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية يا دكتور، يعني أنا مبسوط لما أكون مع حضرتك. أنا أسعد. أول حاجة عايزين نعرف المشاهدين عن دكتور محمد محمود عبد الحميد وأحمد محمود عبد الحميد والنشأة بتاع الدكتور. والله النشأة بتاعتي كانت طفولة جميلة جدا، فاكر كل تفاصيل، فأنا سعيد قوي أصلا إن أنا استرجع الذكريات الجميلة دي. يعني أنا من أسرة مصرية، إحنا ليه 3 أخوات بنات، وأنا والدتي ووالدي، طبعا والدي رحمه الله هو مات من فترة طويلة للغاية، يعني ربنا يرحمه. يعني كانت طفولة عادية خالص، يعني كنت بلعب، بابا وماما لو طلبت حاجة بيعملوها لي، اخرج اروح المدرسه، كنت احب اللعب جدا وانا صغير. افتكر مواقف كتير جدا، يعني على مدار عمري كنت دايما بحب اللعب، يعني فدايما ليا اصحاب كتير قوي، يعني جيراننا واصحابنا وكده. انا ادعي ان انا يعني من الناس اللي استمتعت جدا بطفولتها، يعني بصراحه، يعني ما شاء الله افتكر حاجات جميله فيها. يعني كمان احنا التغيير حاجه لطيفه، يعني فاحنا يعني ما قعدناش في مكان واحد. حضرتك اصلا من محافظه ايه يا دكتور؟ من القاهرة، عايش ومتربي في القاهرة طول عمري. من القاهرة. كام أخ لحضرتك أو أنا ليه 3 أخوات بنات. وحضرتك ترتيب حضرتك فيهم؟ أنا التاني. أنت التاني. أه. طب حضرتك بقى كلمني عن الوالد والوالدة وتأثيرهم على حضرتك في طفولتك. والله الأب والأم دول حاجة، يعني يا رب ما يحرمش حد منهم أبدا، يعني دول أهم حاجة في الدنيا كلها. يعني والدي ووالدتي ناس عظيمة جدا. يعني والدي الله يرحمه كانت ظروف شغله ان هو دايما مسافر، ما كانش بيبقى موجود كتير معانا، يعني فكان العبء الاكبر يعني على ماما، ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لنا. افتكرها معايا في كل موقف في حياتي. يعني هي افتكر ماما كانت تصحى من الصبح من بدري تلبسنا كلنا وتودينا المدرسه وترجع، وترجع تاخدنا تاني من المدرسه. كانت بتدخل في ادق تفاصيل حياتي وانا صغير، ما كنتش فاهم ده ليه، فهمت لما كبرت. يعني ليها دور معايا في كل حاجه في حياتي حتى الان. يعني والدي رحمه الله الوقت اللي كان بيبقى موجود معانا فيه كان بيعمل حاجه اتذكرها له على خير، يعني ربنا يرحمه، كان دايما يبقى شادد عليا انا جامد قوي، مش قسوه بس شد، ومع اخواتي كان يدلعهم جدا. يعني بنات، عرفت الكلام ده من والدي لما كبرت، هو تقريبا كان حاسس ان هو مش هيقعد كتير، يعني فعايز يسيب حد صلب وراه قوي. يعني يا رب يكون نجح في كده. يا رب. ايه اكتر مواقف الفرحه اللي حضرتك بتتذكرها في طفولتك؟ والله مواقف كتير جدا، بس هي مواقف الفرحه دي في الطفوله على حسب المرحله اللي كنت فيها. يعني مرحله ابتدائي يعني مثلا، يعني مثلا لما كنت العب كوره واجيب جون حلو يعجبني، انا بحب الكوره جدا من زمان، يعني كنت ببقى سعيد جدا في غايه السعاده، يعني لما العب ماتش كويس ابقى في غايه السعاده. لما كنت انجح في المدرسه كنت ببقى مبسوط جدا. وحاجه كانت بتحصل بقى لما ماما كانت تيجي تسال عليا في المدرسه، يعني كانوا بيقولوا لها ابنك شاطر ومش عارف، كنت بقى في غايه السعاده بقى متشرف كده قدام ماما والمدرسين بيشكروا وبتاع. لما كنت انجح في امتحان وارتب على المدرسه، يعني في معظم سنين عمري كنت برتب على الفصل وعلى المدرسه على الاداره كده، يعني كنت بقى يعني سعاده كبيره جدا. يعني واعتقد هي دي كانت السعاده على قد السن ده، يعني اعتقد كان شايف الحياه بمنظور مختلف خالص. يعني كان اكيد لما حضرتك مثلا بتجيب درجات كويسه او بتتميز في الفصل كان بيبقى فيه هدايا او في فرحه معينه والدتك بتديها لك. والدتي ووالدي. والدتك ووالدك. والاثنين. طبعا يعني ما افتكرش، يعني شويه مش بربط بنجاح او بحاجه، ما كنتش مدلل ولا حاجه، بس كنت اللي بطلبه كان بيجي لي، يعني فكنت متعود. يعني مش فاكر اكتر هديه في ابتدائي؟ لا طبعا، يعني اكتر هديه طبعا وانا عيل صغير يعني كانت العجله. العجله. كان نفسي اجيب عجله لما بابا جابها لي، اتبسطت جدا. يعني طب المواد الدراسيه ايام الابتدائي والاعدادي، ايه اكتر حضرتك مواد كنت بتفرح لما بتقعد وتمارسها او تذاكرها؟ والله انا كنت احب الهندسه.
يعني بحب في الرياضه، كنت بحب الهندسه. الرياضه كنت بحب الهندسه حتى في الدقيقه، كنا بناخد ما كانش مفصوله بقى جبر وهندسه وحساب مثلثات، بس كنت بحب الهندسه وكنت بحب العلوم جدا من زمان بصراحه. كنت حضرتك مميز في ال يعني الحمد لله كنت مميز يعني، هو اصل في ابتدائي مش يعني القصه مش تبقى انت الماده دي يعني هو كلهم على بعضهم يعني، فغالبا المستوى بيبقى واحد في كل المواد، بس انا كنت بحب ايه، انا كنت بحب العلوم والهندسه بصراحه. كنت طب حضرتك كنت يعني مثلا بتدي المواد التانية حقها، ولا كنت مثلا بتحب العلوم فبتذاكر علوم اكتر شويه مثلا من المواد التانية؟ والله هو انا مختلف شويه في موضوع المذاكره ده يعني، ما كنتش ان اقعد على الكتاب واقعد اذاكر للنهار، ما كنتش ده اسلوبي خالص يعني. الفكره ما كنتش بسمح لنفسي ان انا اكون متاخر يعني، دايما من وانا صغير حتى في وانا ابتدائي يعني ما تعبتش هو في المذاكره يعني، ولا بابا الله يرحمه يعني. كنت عارف انا عايز ايه يعني، انا عايز الماده دي هبقى كويس فيها، فما بسمحش لنفسي في ماده ان انا اتاخر فارجع ان انا اتزنق واقوم لامي، ما كنتش كده خالص يعني. كان في حد بيساعد حضرتك في الاسره في المذاكره مثلا بعد ما ترجع من البيت، كان بيقعد معاك ويذاكر لك في المراحل؟ والله ما كنتش محتاج بصراحه يعني، ما كنتش محتاج بصراحه، ما كانش الموضوع صعب بالنسبه لي. طبعا ما كانش في دروس خصوصيه زمان، ولا لما كان في مجموعات تقويه يعني؟ انا افتكر مره زمان، ممكن ماما سامعانا دلوقتي ربنا يخليها. وانا في ابتدائيه تقريبا، خمسة ابتدائيه، ماما اديتني المدرس وقال لا ده هو مش محتاج درس ما شاء الله، بس انا افتكر كده. خد دروس بقى في ثانويه عامه يعني. طب بالنسبه للمدرسين، مين اكتر المدرسين يعني حضرتك تتذكر مدرس ماده معينه كنت بتفرح كده لما بتشوفه؟ طبعا لا شك يعني. المدرس بتاعي اسمه استاذ صلاح احمد، ربنا يديله الصحه، ولسه عايش ومكلمني على فكره من فتره، من حوالي شهرين كده او حاجه. الراجل ده كان شخصيته قويه جدا للغايه، كان قوي جدا، كان مشهور قوي. هو كان في ثانويه عامه، كنت اخد عنده درس في ثانويه عامه، الحمد لله جبت درجات كويسه جدا. بعد مدرستي مدرسه الزهراء حلوان الثانويه، في الوقت ده كنت قاعد في عداء حلوان. لما قابلته في الشارع بعد الثانويه العامه بحوالي سنتين، افتكر موقف مش هنساه يعني. الراجل ده يعني انت عارف لما مدرس بقى، وايامنا غير دلوقتي خالص، كنت تحت المدرس يعني هيبه، كان راكب العربيه، نزل من العربيه عشان يسلم عليه ورفض، وهو قاعد واقف في باب العربيه وهو مصر ينزل يعني. كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا يعني. الحاجه الثانيه كان رمز. مدرس انجليزي اسمه محمد محمود، ربنا يديله الصحه، برضه في الحدائق الثانويه العامه برضه يعني. كان الانجليزي الامتحان بتاعنا كان صعب قوي في السنه اللي كنت فيها يعني، وانا كنت خدت عنده اول سنه اخد درس، هو كان بقاله سنتين او ثلاثه وما خدش عنده في ثانيه، وخدت عنده في ثالثه. فلقيته ماسك، كنت جبت درجات حلوه في الانجليزي، فلقيته ماسك الشهاده بتاعتي، انا بجيب الشهادات كانت معاه هو، مستنى لما اجي اديها له عشان يقول ده ابني انا مديله درس. ما شاء الله. طب حضرتك عايز اعرف حضرتك تنظيم الوقت ازاي، بتنظم وقتك بين اللعب والدراسه، او بين مثلا ممارسه الرياضه او رياضه معينه بتمارسها والدراسه، ازاي كنت بتنظم وقتك؟ والله انا مارست رياضات كتير يعني وانا صغير، انا ودكتوره ولاء اختي اللي اكبر مني يعني، كنا بنلعب كاراتيه، هي كانت بتحب الكاراتيه شويه، كانت بتضربني وهي صغيره. انا كنت بحب الالعاب العنيفه الحقيقه يعني. لعبت فتره ما هياش طويله، وبعد كده بقى انشغلنا وما رحناش تاني يعني. شويه بعديها ولعبت تايكوندو. انا متحمس من يومي وحاسس بذاتي جدا يعني، فلعبت تايكوندو حوالي مثلا شهرين او ثلاثه. كان معانا زميله يعني بتلعب معانا في النادي اسمها شيماء صبحي، شيماء صبحي دي دخلت الاولمبياد، ده الكلام ده سنه 96 تقريبا او حاجه زي كده يعني بعديها يعني. فلما دخلت قلت للكابتن انا عايز ادخل بطوله الجمهوريه، فقال لي لا ما تخشش يا عم بطوله الجمهوريه، ازاي اللي هتخشها دلوقتي لسه بدري؟ قلت له لا انا عايز مش عارف ايه. دخلت بطوله الجمهوريه متحمس جدا، ودخلت وخدت علقه سخنه من اول ماتش وخرجت. بعد كده سبت التايكوندو، وطول عمري بقى بلعب كوره، ما مارستهاش بشكل احترافي الا في الكليه، كنت بلعب بقى كتير حتى مع فريق الكليه. كان مركزك ايه بقى في مهاجم؟ اكتر مركز بتحبه مهاجم؟ انا طول عمري بلعب مهاجم. بتلعب مهاجم. طب حضرتك يعني احنا اتكلمنا على وسائل الترفيه، وسائل الترفيه غير الرياضه، ايه كان في وسائل ترفيه ثانيه غير الرياضه حضرتك بتحبها او بتفرح لما بتمارسها؟ والله بص انا هقول لك، بس انا بس يعني نقطه تنظيم الوقت انا لسه ما كنتش قلتها، تنظيم الوقت زي دي مهمه جدا يعني. فكره تنظيم الوقت شويه انا يعني ما كنتش بحسبها بالورقه والقلم يعني، انا هذاكر دلوقتي فهلعب دلوقتي، فبس انا سريع يعني، انا سريع، فممكن في فتره يعني مثلا ذاكرت يوم او اثنين او ما ذاكرتش كويس، ممكن اجمع بعد كده الايام اللي بعديها، ما كنتش محتاج فترات طويله لان غالبا بكون مركز في الشرح يعني، ما كنتش محتاج فتره طويله قوي ان انا الم الموضوع، ولو اثر على المذاكره كنت بقعد شويه احترم نفسي الم نفسي شويه وبعد كده انزل اكمل لعب تاني. فاكر حضرتك اصدقاء طيب وحضرتك كنت صغير، الاصدقاء المميزين بالنسبه لك او حابب تقول اسماء؟ قطعا يعني دي حاجات ما تتنسيش. افتكر في كل مراحل عمري كان ليا اصدقاء، الاصدقاء اللي دامت معايا هو تقريبا في اخر مثلا 10 سنين ولا حاجه،
لا اكتر من 10 سنين، ناس اصدقائي لغايه دلوقتي اللي هم دايمين معايا لغايه دلوقتي، في ناس منذ منهم بقى الطفولة لهم حاجه يعني 20 سنه، يعني من 12 13 سنه كده، لما كان عندي 12 13 سنه. افتكر اول صديق كان صديقي جدا، كان اسمه معتز. معتز ده كان ولد قوي كده وعنيف، وانا كنت شاطر، فكنت انا بغششه وهو بيضرب العيال. ده اول واحد يعني، بودي جارد يعني تقريبا. بعد كده الناس اللي استمرت معايا بقى جيراني يعني، وهم مش جيراني، ده هم اخواتي دلوقتي يعني، منهم اكتر من واحد يعني، كل واحد فينا شق مجاله يعني، ممكن اقول يعني عشان ما استفدش حضرتك حابب تقول اسامي تاني؟ طبعا يعني محمد سمير، عصام جاد، ابراهيم صلاح، محمد فؤاد. محمد فؤاد ده عرفته وانا كبير شويه من الجامعه يعني، ومش عايز انسى حد، بس عايزين انما كتير نعرف موقف كده يعني، موقف كده فرحك ان انت ليك صديق شهم او صديق جدع في موقف معين. لا كتير كتير قوي يعني، يعني افتكر موقف كتير جدا يعني. افتكر مره يعني حصلت لي مشكله كده، وناس كتير وكده، فمش هتوصل لمرحله التشابك او حاجه يعني، بس احتجت اكتر من حد من صاحبي، لقيتهم يعني كلمتهم كلهم، جولي بعد نص ساعه تقريبا، بس محتاجه حد الناس تبقى حواليك عشان المشكله تعرف تتفاهم فيها يعني. والحمد لله عدت على خير. افتكر موقف تاني لن انساه يعني، كنت هغير شقتي ومبلغ كبير، فانا خايف وانا رايح، لان هم ما كانش معاهم حساب في نفس البنك يعني، فكنت هشيلهم في شنطه عربيه واحد صاحبي، وامشي ورايا انت، وكانه مش موجود، ممكن ياخد فلوس ويمشي، انا مش هثق فيه يعني. لا لا دي مش هنساها طبعا، لا حاجات كتير اقدر اعتمد عليهم، اخواتي يعني. طب هنيجي لمرحلة الشباب، مرحلة الشباب والثانوية، حضرتك في الأول جبت كام في الثانوية؟ أنا كنت جايب، هو أنا كنت في الفترة اللي كان فيها تحسين، بس أنا ما استفدتش من التحسين خالص. يعني أنا كنت في الأول مرة الحاجة اللي خدتها في التحسين ما كنتش دخلتها أصلا، هي المستورة فيها. جبت 98%. 98. حصل موقف برضو يعني أفتكره مش هنساه يعني، تانية ثانوي تقريبا من غير المستورة فيها كان 94.6 تقريبا. في ثالثه ثانوي، ودي موقف بقى مش هنساه، ده اصعب يوم في حياتي يعني، يوم امتحان العربي بتاع الثانويه العامه، رجعت عرفت ان والدي توفى، كان بيعمل عمليه، ودي كانت حاجه صعبه. والمفارقه ان في السنه دي يعني ربنا كرم، جبت 103%، فالميكس ما بينهم كان 98. طب دور الوالده بقى لما الوالد توفى؟ والله الوالده ربنا في الثانويه العامه، بقول لك انا لو كلمت على الوالده يعني، لو قعدت اتكلم مثلا 10 سنين مش هو فيها حقها الحقيقه. والدتي كانت صغيره في الوقت ده يعني، ما كانتش كملت 40 سنه لسه، احنا كنا اربعه، واختي كانت في الكليه وانا في ثانويه عامه. يا ربنا يكون في عونها، كانت في ايه ولا في ايه يعني. الموقف كان صعب علينا كلنا طبعا، قطعا كان صعب علينا كلنا، ونهايه هو ربنا يوفق يعني. دور الوالده مع حضرتك في الثانويه العامه يعني، كانت بقى بتهتم بقى بدروسك اكتر، بتهتم مثلا باكلك ايام الدراسه مثلا، ما تعرفش حد ياثر عليك في مذاكرتك؟ بص، هي والدي، هي والدتي مش انا لوحدي، هي كان احنا الاربعه. هي الحقيقه يعني سبحان الله يعني، ربنا حباها بذاكره بالنسبه لنا كلنا يعني، كانت بتهتم بينا نفس الاهتمام الحقيقه يعني. افتكر لها جمل مش هنساها يعني، كانت دايما مثلا لما نقعد، وكنت بقول لها الكلام ده لغايه دلوقتي يعني، هتندم على كل نص نمره، هتبكي بدل الدموع دم كده، كنت اقول لها يا ماما انت دورتي لي الاسطوانه دي يا ماما. كانت معايا انا واخواتي القصه دي يعني. طبعا يعني تهتم بصحياننا، تهتم بنومنا. افتكر موقف مش هنساه، انا كنت في رابعه في الكليه، وكان عندي حاجه اسمها راوند نسا. راوند نسا ده يعني احنا بناخد التخصصات على شكل راوندات، فبتمتحن امتحان تقييم عليه درجات معينه يعني. فكان يوم ده عندي قبل النهائي الدوره الجامعيه بتاعت رمضان، كنا في رمضان، وانا كنت بلعب مع فريق الكليه، كان فريق الكليه متقسم فرقتين، وانا كنت واحده منهم، وهنلعب قبل النهائي، وهنلعب فرقه قويه جدا يعني. وكان الماتش الساعه 2 بالليل، وهيخلص الساعه 4 وامتحاني 6 الصبح. كان الوقت ده في البرد، رمضان في الوقت ده كان بيجي في البرد، كان في شهر واحد الكلام ده يعني، في اواخر التسعينات او في اوائل الالفينات. رجعت بالليل الساعه 4 4 ونص تقريبا، لقيت ماما واقفه في عز البرد في البلكونه مستنياني، كانت واقفه تقريبا من الساعه 11 يعني، مش هنسالها الموقف ده طول حياتي يعني، واقفه برد عامله كده في البلكونه مستنياني، ومستنياك عشان ما نامتش الا لما طلعت، زعقت شويه ونمت. طب بعد حضرتك ما جبت ما شاء الله المجموع اللي يؤهلك مثلا لكليه الطب، عايز اعرف حضرتك كنت انت حابب تخش كليه الطب، ولا هو كان حد مثلا اثر عليك اللي انت تخشها؟ خالص، وانا ما كنتش حاطط في دماغي حاجه معينه، انا طول عمري عايز اطلع بدرجات كويسه جدا زي ما متعود طول عمري، وزي الحافز اللي انا واخده ان ما اطلع ايه، ما كانتش فارقه معايا خالص يعني. لما جبت المجموعه قعدت افكر كده، واتناقشت طبعا مع ماما في الامر، بصراحه يعني انا مش حاجه معينه يعني. فقلت انا يعني اعلى كليه بتاخد ايه، كل طب انا ما اعرفش بقى انا هدخل ايه ولا هتبقى ايه يعني. الحمد لله انا ما بندمش على اللي انا عملته، انا دخلت مجال انا موهوب فيه وبحبه جدا يعني،
وغالبا الواحد ما بتشوفش موهبته الا لما يبتدي يمارسها يعني. في جراحه العظام الحمد لله كجراح انت ما تعرفش الا لما تمارس الاول يعني، الحمد لله حسيت ان انا في موهبه حبها لي ربنا ومجال ربنا وفقني فيه جدا. بس الحقيقه انا ما كنتش مخطط انا عايز اطلع دكتور خالص يعني، ما كانش في تخطيط ولا حاجه، انا مستني المجموع هيبقى كام ومش حاطط في دماغي حاجه لغايه ما النتيجه طلعت، ومش وانا بكتب الرغبات مش عارف هكتب ايه يعني، ما كانش في حاجه معينه في دماغي يعني. وحتى اختيار التخصص لا اختيار التخصص لا 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 اختيار التخصص ده لا، ده انا كنت انا يعني انا ضيعت سنه من عمري عشان التخصص ده، لا ضاعت سنه من عمري انا. طب بعد ايه ما اللي بيميز التخصص جراحه العظام عن التخصصات الثانيه بالنسبه لحضرتك يعني؟ بص هو انا هقول لك على حاجه يعني، هو انت ممكن تشوف شخص تحبه تشوف شخص ما تحبوش، ما تقوليش ليه يعني. ما انا لما كنت في الامتياز، الامتياز بمر على كل التخصصات تقريبا، وفي تخصصات بمر عليها اختيارين زي العظام، فخدت تخصص العظام اختياري يعني، كان استهواني الموضوع يعني. فلما قعدت شهر معاهم كان في القصر العيني، خريج القصر العيني، فعجبني جدا المجال، قلت خلاص انا هطلع دكتور عظم مش هطلع حاجه تاني. فلما بنقدم في الرغبات ممكن يجي لك التخصص ده او ما يجيلكش، او ممكن يجي لك في مكان مش عاجبك. فالمفروض بالسنه، في السنه تكليف سنه او اتنين، فجالي بعد 4 شهور نزلوا حاجه اسمها نيابات ملحه. نيابات ملحه دي ما كنتش بتنزل كتير، هياخدوا منها الاوائل اللي ما تعينوش في الجامعه، وانا كنت بعد الناس اللي في الجامعه على طول. فقدمت ما جاليش عظام، جالي اورام علاجيه. والاورام العلاجيه في الوقت ده يعني من حوالي 10 او 12 سنه كده، كانت مبتديه بقى يعني في السوق تبقى حاجه محترمه للغايه يعني، مجال مفتوح، سوق مفتوح، ان هو حاجات جديده كتير. رفضت، وعشان رفضت لما جالي قعدت سنه كامله عشان استنى حركه نيابات اللي بعدها، عشان قعدت سنه كامله في التكليف ما بعملش حاجه خالص، قاعد في وحده صحيه مش بعمل اي حاجه خالص يعني، ورضيت بكده عشان اخد التخصص اللي بحبه. يعني اختيارك التخصص ضحيت بسنه كامله عشان كنت مستعد اصحي ب 10 سنين بس اخد تخصص جراحه عظام. جراحه العظام. طب عايزين بقى نتكلم عن الفرحه في الجامعه وفي الكليه. اكيد حضرتك مريت بمواقف كتير واكيد حبيت، احكي لنا بقى الشقاوه. لا مراتي كده. كان في مواقف اكيد كتير. طبعا يعني، اولا الفرحه في الجامعه اكتر يعني، اكتر فرحه في الجامعه. احنا بنمتحن في السنه ممكن 30 و40 امتحان، امتحانات راوندات وامتحانات عملي وامتحانات شفوي وامتحانات نظري، فستريس عنيف للغايه جدا يعني. فانا فاكر اكتر فرحه كانت في الكليه اخر يوم خارج من اخر امتحان، ساعتها كلنا مسكنا الكتب بتاعتنا رميناها في الهواء كده مش مصدقين نفسنا ان احنا قعدنا 8 سنين 8 سنين بتدرس، زمايلك اللي قدك اتخرجوا واشتغلوا ودخلوا الجيش وخرجوا من الجيش وانت قاعد لسه بتدرس، كان احساس قاسي للغايه ومذاكره عنيفه جدا يعني، وحاجه يعني صعبه جدا يعني. فده كان اسعد يوم ليا في الكليه. انما ايام السعاده كتير في الكليه، انا عشت الكليه طول وعرض وطلعت رحلات وعملنا اعياد فاكر ميلاد في موقف الكليه معين وخرجنا. ادالك فرحه في الكليه؟ مواقف كتير جدا يعني، مواقف كتير جدا يعني. يعني مثلا واحنا بنلعب كوره مثلا، افتكر من المواقف في الدوره الرمضانيه اللي كنت بقول لك عليها اللي كنا بنلعبها دي، احنا خدنا تقريبا مركز تاني، تقريبا خدنا مركز تاني يعني، مش فاكر والله تاني ولا والله ما فاكر يعني. فكان دكتور علاء صادق النقد الرياضي، وكان احمد شوبير لسه كان مخلص كوره وكان جاي، وهم بيدونا الميداليات والصور والحاجات دي، الواحد طبعا استمتع بيها جدا، وشهادات التشجيع على الطريق لماما، وهي زعلانه على متحنسه وانا فرحان بالشهاده بشهاده الكوره. طب جبت جوان بقى في الـ في الـ طبعا كنت هداف الفريق طبعا يعني. لا مش فاكر بقى ده من زمان قوي يعني. طب بالنسبه اصدقاء اختيار الصديق، اختيار حضرتك الصديق في مرحله الجامعه او مرحله الشباب، ازاي كنت، ايه العوامل اللي حضرتك كنت من خلالها بتختار الصديق وبتبعد عن صديق السوء؟ بص انا هقول لك على حاجه يعني، هو ربنا لما بيكون عايز انه يقي حد شرور السوء، ودي غالبا بتبقى اعمال اهله يعني، غالبا يعني، يعني غالبا بابا وماما الله يعني، بابا الله يرحمه وامي يعني، وعيلتنا بقى كلها يعني. فانت غالبا بتعمل حاجات ربنا بيتقيك شرور مهما عملت يعني، مهما عملت. اعتقد ان في حياتي طبعا كان ليه دور في ان انا احاول ابعد عن الوحش بتوجيه من الاهل والاسره، ولما كبرت شويه من نفسي بقى خلاص يعني. انا يعني لما كبرت يعني بعد ثانويه عامه ما اعتقدش توجيه الاهل هيفرق في كتير زي ما كنت طفل صغير يعني. ولكن هو توفيق من ربنا ان انت تبعد عن شخص سيء وتقرب من حد كويس، ربنا يرمي في سكتك ناس كويسين او يبعد عنك، اعتقد دي ناتج اعمال اهلك بيعملوه، وده الواحد بيحاول يعمله دلوقتي عشان ولاده ربنا يكرمهم في حياتهم يعني. كان حضرتك ليك نظره في الصديق يعني، يعني تعرف ان ده صديق سوء او ما انا هرجع تقولي واقول لك يعني، انا بحط نظرتي بس انت كم خبراتك قد ايه في السن ده، مهما حد عايش معاك انت في سن الشباب ده يعني، هو سن تمرد، فانت مش عايز تحكي لاهلك كل حاجه، عايز تحس بشخصيتك وبكيانك وان انت كبير، فان هتحكي كل حاجه لا يعني، دي اكيد لا يعني. وطبعا ليك دور في الاختيار، الشخص ده كويس والشخص ده سيء، بس هي توفيق من ربنا في الاخر يعني، هو ربنا بيوفقك لسكه معينه. ايه اكتر مواقف الفرحه مع الاصدقاء؟ لا كتير قوي يعني، ده كتير قوي يعني. انا افتكر مثلا واحنا صغيرين مثلا
كان يوم رمضان ده مثلا، احنا بعد رمضان بننزل بعد الفطار على طول نفضل نلعب كوره لغايه بالليل، دي كلها فتره سعاده. العيد نخرج نروح نصلي العيد كلنا ونرجع نلبس فرحة العيد اكيد حاجه تانية. نروح مثلا سينما، نخرج العيد نروح اي مكان. افتكر الكلام ده لما كبرنا شويه، لما نقعد سوا بقى مثلا في كافيه بالليل انا واصحابي او حاجه، نلعب طاوله، نقعد نهزر حتى واحنا كبار، يعني ده احساس سعاده جدا يعني. سعادتي بفرح اي حد من اصدقائي لما رحت معاهم، واننا واحد صاحبنا يعني ربنا يديله الصحه كده كان شالنا واحد واحد في فرحه يعني، هو اتجوز اخر واحد ما قدرناش نشيله طبعا، كنا كبرنا بقى ثلاثينات مش هنقدر يعني. عايزين بقى نتكلم لمرحله الزواج، فرحه حضرتك بالزواج. هو يعني فرحتي بالجواز ده هو في حاجه يعني من ضمن الحاجات اللي انا اخترتها في حياتي، اخترت الوقت اللي هتجوز فيه، اعتقد يعني من وجهه نظري ان هو كان ده الوقت المناسب يعني. انا كنت مقرر ان انا بعد ما اخد الجزء الثاني من الماجستير هتجوز، لان بعد كده رساله، فخفت ان انا اخد الخطوه دي قبل كده ان جوازي ياخرني عن الماجستير، ودي كانت المرحله الاولى في حياتك عشان تبتدي تبقى انت حطيت رجل قويه في التخصص اللي انت فيه. فاخترت بالفعل بعد الجزء الثاني مش سيرت تدور، طبعا هتدور فتره طويله جدا يعني، لغرض ربنا وفقني بمراتي بقى ربنا يخليها لي يعني. طبعا يعني وقفت جنبي كتير في حياتي وربنا يكرمها يا رب ان شاء الله حبيبه قلبي. اول مولود في حياه دكتور احمد ليه فرحه ثانيه طبعا خالص. طبعا احساس احسن يعني، مش عايز اقول لك يعني، اصل الحاجات الحلوه الواحد شافها كتير بس ده من امتع الاسف في حياتي طبعا، لوجيني بنتي ربنا يخليها لي يا رب. طبعا يوم ما جت احساس غريب، انت حاسس باحاسيس ميكس كده من الاحاسيس غريب يعني. عايزين بقى نخش في مجال حضرتك والتخصص، عايزين نعرف ايه شفاء مريض من خلال حضرتك كان بالنسبه لك فرحه تانية يعني شفت الفرحه في عينيه، فكان بالنسبه لك ده اهم المواقف في حياتك. بص، هو الموضوع ده انقسم معايا لمراحل. المرحله الاولانيه كان اي حاله صعبه او مش صعبه، هي بالنسبه لك صعبه او جديده عليك، كنت بتبقى في قمه السعاده وتقعد تصور بقى الاشعه قبل وبعد، سعيد جدا بتوري لكل اللي تقابله. ان مريض فرح قوي انه شافي، هي دي بالنسبه لي ما تفرقش في كتير، لان انا ممكن مريض يكون هو فرحان بده وانا اقدر اعمل له احسن من كده، فهو المريض فرحان انه شفاه الله يعني على ايديك، ولكن انت الحاجه الصعبه اللي انت مقدر صعوبتها ومقدر قد ايه الخطوره بتاعتها فبقت كويسه، ودول موقفين. فالمواقف الاولانيه لا، عينين كتير جدا يبقوا ممتنين للغايه وبقوا في غايه السعاده ويدعوا لك، وممكن تدخل عليهم هتعمل لهم حاجه احسن من كده. في حاله معينه يعني، حاله معينه الحقيقه مش هنساهم يعني، حالتين مش هنساهم بقى دول في حياتي، دول بقى اللي فرقوا معايا انا شخصيا. في عيان كان واخد شظيه في عظمه العضد هنا، وكانت قطعاله او مش قطعه، هي مأثره على العصب اللي موجود في الايد، فكانت عامله له شلل في ايديه. بعد ما تركب له حاجه كده اسمها اسلاك نانسي، حاجه كده عمليه كده، مسكت الكسر، حصل له قصر 3 سم في ايدي والعصب مش موجود. سافر المانيا، فلما سافر المانيا قالوا له هناك انت محتاج حاجتين، جراحه للعصب ودي ممكن تتاجل، ومحتاج جراحه للعظم ممكن اعملها لك هنا بس بفلوس غاليه جدا، فانتوا عندكم في بلدكم دكاتره شاطرين. في المانيا قالوا له كده، انا ما اعرفش الكلام ده كله، اتقال لي بعد ما عالجته بكتير يعني. فرجع مصر هنا عن طريق واحد زميلي اصغر مني، فقال لي هجيبه لك وتبص عليه وبتاع، قلت له ماشي. فجي قلت له هنعمل لك عمليه، هي صعبه شويه، هناخد رقعه عظميه مكانين ونحاول نصلح القصر ده، وهنركب شريحه من نوع خاص مازوتيت الغلق تيتانيوم، يعني مش هدخل في تفاصيل علميه، وربنا يسهل. فلما فتحت قصدت كمان انا سلك العصب كله من اوله لاخره، فتحت الايد من اوله لاخره، فسلكت العصب من الاول لغايه الاخر، لقيته مش مقطوع ولا حاجه، وسلكت الاماكن اللي كانت مضغوطه من العظم. وانت بعد ما تسلك العصب بيبقى متوقع من 3 ل 6 شهور ممكن يرجع يعني. وثبت العظمه كويس جدا، وقلت له بس توكلنا على الله وعملناها، وخدت وقت طويل فيها يعني 4 ساعات ولا حاجه، عمليه صعبه جدا يعني. الحمد لله ربنا كرمه وشوفي تماما، العظم لحم تماما يعني، ده يعني حاجه صعبه وممكن يحصل مضاعفات مرضيه كتير. لا شوفي، وكمان العصب رجع وما سافرش المانيا كمان. كان فرحه فظيعه يعني بالنسبه لنا، هو طبعا العين فرحان بس هي فرحه العين ما زي ما اقول لك يعني مش بتفرق معايا زي ما انا عملت ايه، فانا قعدت سعيد جدا بقى بالحاله دي جدا يعني، حتى الان من الحاجات اللي مش هنساها يعني. والحاله الثانيه بقى، الحاله الثانيه انا كان مريض حاجه 50 سنه عنده كسر مفتت في عظمه الفخذ هنا. كسر مفتت يعني هي انت كل حاجه بتحسبها، انا هركب لده كذا عشان عنده كذا وتفاصيلها كذا، الحقيقه كانت العظمه يعني مفيش. فكان متوقع يدخل اكتر من جراحه، 3 4 جراحات او اكتر من كده يعني. من اول مره العيان ده انا عامله من 5 شهور، عندي 9 رجلين دلوقتي لسه شايفه من اخر مره مشارين وماشي على. حضرتك حابب تقول اسمه؟ لا مش فاكر اسم ده ولا اسم ده بصراحه، ولا مش فاكر. فهو يعني دي تاني فرحه حضرتك كنت سعيد بيها. في بقى حالات كتير طبعا عملتها، اي حاله جديده بتعملها بتبقى سعيد، بس دول اكتر حاجتين انا اتذكرهم يعني.
الطب طيب في مصر في مجال جراحة العظام، هل حضرتك يعني يوازي الطب في الغرب في جراحة العظام بالذات؟ لا بص، هي مش بتكلم على جراحة العظام بس، هو الطب في مصر مش زي الطب بره مصر، مش كفاءة طبيب مصري خالص. مش هقول الطفل المصري أذكى طفل في العالم والطيار المصري أحسن طيار في العالم، لا هي مش كده، هي القصة مش كده. هي الفكرة أنت بتعرف تعمل كذا أو ما بتعرفش تعمل كذا، أنا اتعلمت كذا أو ما اتعلمتش كذا، بس هي المنظومة كاملة لا مش زي بره، ما تقدرش تحكم عليها كده. يعني إحنا ممكن يكون دكاترة مصريين أمهر من دكاترة في بلاد تانية في حاجات معينة، بس هم متخصصين. يعني مثلا هنا في مصر عشان تبقى دكتور شاطر لازم تتعلم كل الإصابات وبعد كده تبتدي تشتغل مثلا مفاصل أو هتشتغل ظهر أو هتشتغل حوض، وما عندهمش الكلام ده خالص يعني. هو حد بيشتغل رجل، حد بيشتغل ايد، حد بيشتغل ظهر، فهيشتغل الاف الحالات. غير كده الالات اللي هو شغال بيها، التعقيم اللي في العمليات، التمريض اللي بيساعده، العلاج الطبيعي اللي بعديه، النظام نفسه، ده مش موجود عندنا. احنا مجتهدين، احنا مجتهدين، ممكن نعمل شغل زيهم واحسن منهم في احيان كتير. احنا بنعتمد على العامل البشري، مش اجتهاد بالظبط، مش منظومه محطوطه لك فانت ماشي فيها كويس، لا انت بتجتهد فقط، واجتهادك ده ممكن يوصلك على خير او ما يوصلكش على خير. وعشان انت تعمل حاله كويسه انت بتكافح كفاح الابطال عشان الدنيا تمشي معاك كويس. انما هما مفيش كده، هو نظام ماشي من اكويبمنت بقى الالات موجوده لنظام محطوط، انما احنا عندنا قسم مختلف تماما. يعني احنا بنكافح، فمننا اللي بيسافر بره برضه، مش هقول كل واحد سافر مره بيقول له انت دكتور مصري تعالى، لا مش كده خالص. هو هيخش داخل هذه المنظومه مع المجهود اللي بيبذله هنا اكيد هيتفوق، اكيد اكيد يعني. طب حضرتك امتى تبقى فرحان بالطب والتخصص بتاع حضرتك في مصر؟ والله افرح في الطب والتخصص لما هو يعني تخصص العظم او الطب في مجال العظم مش هيقوم لوحده، هو لازم الطب كله، مجال الطب كله في مصر يقوم مع بعضه، يبقى في منظومه سليمه بتحرك كل الناس من اول ما العيان يجي على باب اي مستشفى لغايه ما الطبيب يستقبله، لغايه ما يتحجز، من تجهيز الالات للقوه المدربه. يعني عملوا حاجه جميله جدا، يعني في الاخر بقى معظم التمريض اللي بيجي لنا تمريض مؤهل، فبقى احسن كعلم، انما كهاند سكيلز او كنظام لا لسه كتير. فكره ان التعليم المستمر للاطباء وما يبقاش بس شهادات، لا يتعلمين فعلا. يعني انا مثلا خدت الزماله المصريه، الزماله المصريه دي ساعات عمل معتمده، انت هتشتغل ده في الوقت الفلاني، هي بلس اور ماينس جزء كبير من الكويس غير الاول. هي طبعا برضو مش زي الزمالات التانيه بس ابتدت تقرب لها قوي. طب فندم، عايزين قبل نهاية حلقتنا النهاردة عايزين نصيحة للكاميرا للشباب مصر. أول حاجة ارضي ربنا، دي أول حاجة. يعني أي حاجة أنت بتعملها توكل على الله ونيتك خير لوجه الله، دي أول حاجة. يعني ارضي ربنا في كل حاجة أنت بتعملها، اشتغل اشتغل اشتغل، ذاكر، ادي مجهود كبير لكل حاجه. وعايزين نقول لهم على عوامل برضو النجاح الشخصي. ما هو من وجهه نظري عوامل النجاح، اول حاجه تخلص النيه لله. تاني حاجه اي حاجه انت بتعملها بتغير مرضات الله. تالت حاجه ودي مهمه جدا، ان انت هتذاكر، وبعد ما هتذاكر هتجتهد. يعني سواء طلعت دكتور، انا في مجالي مثلا ممكن قعدت 5 أو 6 سنين ببات في المستشفى 20 و25 يوم عشان اتعلم واذاكر واجتهد، غيري ما عملش كده فما قدرش يتعلم ويبقى كويس. لما تتقن عملك حاول تتقنه الاول، وبعد ما تتقنه ارضي ربنا فيه. يعني ما تحطش ان انت تشتغل شغل اهم حاجه. بشكر حضرتك على تشريفك لينا النهارده، وسعيد جدا ان انا موجود مع حضرتك. بشكركم جمهوري، استنوني الحلقه القادمه في فرح الطبيب. السلام عليكم.